أعود مرة أخرى للأستاذ محمود عطية. كما تفضل الأستاذ محمود أبو العينين، أستاذ محمود، يتعارض التعديل مع أحكام المادة 53 من الدستور التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي، وكذلك أيضا المادة 65 التي نصت على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. السؤال هنا أستاذ محمود، هل ترى أن مشروع القانون بشكله الحالي يمثل توجه للنظام باتجاه الالتفاف على هذه المبادئ؟ لا، هو مش التفاف على هذه المبادئ. احنا زي ما حضرتك ذكرت المادة التي تبيح النقد والرأي، هناك مادة برضو يعتمد عليها حماية الأمن القومي من كل الجوانب يعني، وخاصة بقى بالنسبة للإخوة في جماعة الإخوان، بما أنها صنفت جماعة إرهابية فهذا يعتبر من الأمن القومي، وهذا رأي يعني. أنا حتى أنا أجملت كل ما قاله الأستاذ الزميل الأستاذ محمود والأستاذ محمد في الخلافات الفقهية التي قيلت حين عرض هذا الكلام في 2017. طبعا أنا لم أسرد اللي قال اللي رفض ليه، اللي هو المستشار عادل فرغلي، وهو أيضا كان رئيس الفتوى والتشريع وكان عنده اعتراض على هذا الكلام. ونفس المستشار صلاح فوزي برضو رجل أستاذ قانون دستوري ورجل معروف، برضو كان له رأي إن هذا الكلام لا ينطبق على فئة وفئة أخرى، وطالما لدينا من القوانين ما يحافظ على الأمن القومي. فهي المسألة كلها صحيح، في الأول كان هناك أقول إيه يعني ناس تتزلف وتتمحك في القيادة السياسية وفي الأنظمة وفي الأجهزة، وكان من الممكن يكون هذا كان رأيهم المستشارين بالنسبة لهؤلاء. أما ما جرى من يومين أو ثلاثة والموافقة من اللجنة التشريعية على هذا الأمر وهذا الكلام، إلى الآن هناك كلام على هذا الموضوع لئلا يستغل بطريقة غير يعني غير مضبوطة وليس لها ضوابط، لأن المسألة فيها هوى النفس. هنخش في مسألة يعني أنا من وجهة نظري إنها كيف نحدد أن هذا فكر إرهابي وهذا مواطن عادي له رأي. وهذه تحديدا أستاذ محمود ما تناقش في هذه الحلقة، هذه النقطة تحديدا. نعم أنا بقول لحضرتك يعني هناك مواطن له رأي، هناك مواطن ما في يعني بيحب بلده لكن ما بيحبش النظام، تمام، بدون استعمال القوة، بدون استعمال الإرهاب، بدون حمل أسلحة. طب ما هذا رأي يعني، ده من وجهة النظر الموجودة بالنسبة للمستشارين اللي أنا اتكلمت عنهم. طالما إنه له صاحب رأي يعني أشاور عليه وأقول في خفية وأكتب تقرير إن ده إخواني، طب ما ممكن يكون موظف زعلان مع المدير بتاعه، فالمدير بتاعه مش عاجبه هذا الموظف، يكتب تقرير ان هذا الموظف ممكن يكون ينتقد الفساد او يحارب الفساد مثلا. مثلا 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 هذا جائز. فهي المسائل كمان المفروض يبقى نعرف الضوابط ايه بالظبط. هناك اخبار استاذ محمود، استاذ محمد كمال ايضا لاني سانتقل اليه الان، تحدثت عن اعتقال سفير مصر امس الاول، سفير مصر السابق في فنزويلا، نتيجة انتقاد موقف النظام فيما يخص ملف سد النهضة. وهذا 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 سفير ونقد موضوعي وحديث، ما بالك اذا كان الموضوع متروك لفكرة كما تفضلت استاذ محمود للحديث عن النية والهوى وغير ذلك. هقول لحضرتك حاجة، في بعض الاحيان افعال لا ترضي فخامة رئيس الجمهورية. يعني في بعض الأفعال التي تتخذ من بعض الأجهزة
لا ترضي رئيس الجمهورية. إذا كان العالم كله وبيناقش موضوع سد النهضة، ولكن إحنا مثلا يعني بنحيل هذا الموضوع كما قال فخامة الرئيس إن أنا ما ضيعتكوش قبل كده عشان أضيعكوا دلوقتي، وإن مفيش نقطة مية أيا كان ما قال. هناك مسؤول يعني، هناك سفير قال وجهة نظره وتم الحساب، سفير سابق، وتم اعتقاله بناء على ذلك.